الآن في حديث قدسي يبين أن سر وجود الإنسان في الأرض أن يعمل الصالحات، وهناك أدلة كثيرة. ذلك أن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ما من ميت يقول لعلي أتم البناء، أو لعلي أنال الشهادة، أو لعلي أتزوج. قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن علة وجودك على سطح الأرض أن تعمل صالحا، هذا العمل الصالح هو ثمن جنة عرضها السماوات والأرض، هو ثمن سعادة أبدية. الدنيا محدودة لكن الجزاء غير محدود إلى أبد الآبدين. وكنت أقول دائما لو وضعت واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس 8 دقائق بعد عنا ضوئية 156 مليون كيلومتر، كل ميل صفر، كم هذا الرقم؟ إذا قيس إلى اللانهاية فهو صفر. إذا نحن في حياة محدودة جدا، سنوات بعد 40 لا تزيد عن 20 أو 30 أو 10 سنوات وتنتهي الحياة وتواجه أبدا أبديا وحياة سرمدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. إذا هناك من يأكل ويشرب ويتنزه ويسمر ويتحدث ويسافر ويطلع ويتابع الأخبار. ينبغي أن نعلم سر وجودنا. سر وجودنا أن نعبد الله، والعبادة حركة سلوك فيها جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي أن تنتهي عما عنه نهى الله، والجانب الإيجابي أن تفعل ما أمرك الله به. أمرك أن تتصدق، أن تعاون، أن تلبي حاجة الضعيف. فلذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، والحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقد ذكرت لكم في أول يوم أن الحديث القدسي إراءة من الله في المنام، أو إلقاء في الروع، أو عن طريق جبريل، لكن صياغة المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي له طعم خاص. إذن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. يعني ما تمكن. أخ مقيم في بلاد الغرب البعيدة استمع إلى دروس علم تأثر تأثراً كبيراً، قال بصراحة: هذه الدروس معناها أن أعود إلى بلاد المسلمين ولا أن أبقى هناك. لك أن تسافر إلى هناك لتنال شهادة عليا تقوي بها المسلمين، لك أن تذهب إلى هناك لتقيم إقامة مؤقتة تكسب بها مالاً تقيم به أود حياتك، أما أن تنوي الإقامة الدائمة، من نوى الإقامة الدائمة انطبق عليه حديث رسول الله: من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. فهذا الأخ مقيم ببلد اسمه نيوجيرسي، استمع إلى الأشرطة وقنع أن إقامته هنا غير صحيحة، فجمع أمتعته وأنهى أعماله وكانت دنياه في أوجها، قنع وجاء إلى الشام. خلال يومين أصيب بحادث وتوفي. على أي عمل مات؟
على أرقى عمل. لذلك إذا أحب الله عبده عسله، قيل وما عسله؟ قال يرزقه عملا صالحا ثم يتوفاه عليه. فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها، له نيته ونية المؤمن خير من عمله. كرم الله عز وجل ليس ككرم العباد، العباد لا يعطون إلا بعد الإنجاز، لكن الله يعطي على نيتك. فهذا نوى أن يعود إلى بلاد المسلمين وأن يخدم المسلمين، وتوفي بعد يومين بحادث. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها، الآن كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه، يحب أن نربح عليه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فإن هو عملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لذلك إنما الأعمال بالنيات، ومن هم بسيئة فلم يعملها. بقى في سؤال دقيق جدا، لما لم يعملها؟ لأنه لم يستطع، لا أجر له إطلاقا إطلاقا، لكن لم يعملها خوفا من الله عز وجل. يعني قصة سمعتها لعلها قبل 40 عاما، شاب رافق أمه لأداء فريضة الحج، إذا هو حج معها وهو في مقتبل العمر، فتح مكتبة في بعض أحياء دمشق، المكتبة قريبة من ثانوية بنات، يبدو أن فتاة ساقطة جاءت إلى محله التجاري ولمحت له أنها تريده، فأغلق المحل وتبعها. المواصلات كانت حوافل كهربائية، حافلات كهربائية قديمة. هو يتبعها، تذكر أنه حج بيت الله الحرام، أيعقل أن يعصي الله؟ فرجع، ركب إحدى الحافلات وعاد، وقال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. القصة تتمتها رائعة، أن رجلاً في اليوم التالي وقف أمام محله، قال: يا بني أنت متزوج؟ قال: لا. قال: عندي بنت تناسبك. هذا الشاب ظن أن في البنت عيباً لأنها عرضت، مع أن عرض الفتاة في مجتمعنا أو في أعراف الأعراف غير مقبول، بينما في القرآن مقبول: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فظن الشاب أن في الفتاة عيباً خطيراً حتى عرضها أبوها، أرسل أمه فإذا هي فتاة رائعة فوافق. قال له: لكني لا أملك شيئاً. قال: هذا ليس من شأنك، هذا من شأني. وعقد معه شركة، أنا أذكر أن العم توفي، أما الشاب لا يزال الآن حياً يرزق، لأنه قال: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. من هم بسيئة فلم يعملها، لا لأنه لم يستطع، الذي لم يستطع هو أشقى الناس. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. أي سيئة قلت معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين، لا أفعلها خوفا من الله، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. قال: فإن هو هم بها فعملها
كتبها الله عنده سيئة واحدة. هذا نموذج من كرم الله عز وجل، هم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة، عملها كتبت له 7 حسنات إلى 700 ضعف، هم بسيئة فلم يعملها خشية من الله عز وجل كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة. لذلك ملك الشمال يكتب السيئات، ملك اليمين أمير عليه، لا يسمح ملك اليمين أن يكتب ملك الشمال السيئة إلا إذا أصر عليها ولم يتب منها ولم يندم وتبجح بها وافتخر بها، عندئذ تكتب عليه. وهذا معنى قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الفعل خماسي، يعني عمل السيئة لم يتب لم يندم أصر عليها عادها، تكتب عندئذ سيئة. في حديث آخر يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هي بحبوحة أخرى، أي شيء تحدثك نفسك به لا تحاسب عليه ما لم ينقلب إلى عمل. أي شيء تحدثك نفسك به لا يكتب عليه إلا أن ينقلب إلى عمل. لكن لو أنك استمرأت هذه الخواطر السيئة، كانت خواطر فأصبحت فكرا، ثم أصبحت شهوة، ثم أصبحت إرادة، ثم أصبحت معصية، ثم أصبحت عادة، وبعد أن تنقلب الخواطر إلى عادات يصعب كثيرا تركها. فالأولى أن أتلافى الأمر من بدايته، أن أذهب عني الخواطر. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على العمل. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي. هنا إن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الملخص أن الله سبحانه وتعالى يحب أن نربح عليه، يحب أن نتاجر معه. العمل الصالح الذي تعمله في صحيفتك، وفي صحيفة من دلك عليه، وفي صحيفة من أعانك عليه، وفي صحيفة من قبله منك، فيجزي الله عز وجل أطرافاً كثيرين. بل إنك لو ربيت ولداً صالحاً أعماله كلها في صحائفك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل أعمال أولادك إلى يوم القيامة. تصور لو أن إنسان توفي وترك ولدا صالحا، هذا الولد جاء من ذريته 100,000 إنسان، ولأنه كان صالحا تزوج امرأة صالحة أنجبوا أولادا صالحين، وهكذا. 100,000 إنسان كل أعمالهم في صحيفة هذا الأب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير كسب الرجل ولده. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، كفاعله تماما، الدال على الخير كفاعله. وفي حديث آخر: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. إذا أيها الإخوة،
ملخص هذا اللقاء الطيب أن علة وجودنا بعد أن نؤمن بالله الإيمان الصحيح وبعد أن نلتزم بالأمر والنهي، علة وجودنا الأولى العمل الصالح. كما لو أن طالباً ذهب إلى بلد بعيد ليدرس، سبب وجوده في هذا البلد الدراسة فقط، فأي شيء يقربه من هدفه هو الصح وهو الحق وهو الخير، وأي شيء يبعده عن هدفه هو الشر. لو صاحب زميلاً له يتقن لغة أهل البلد من أجل أن يتمرن في الحديث معه، هذه تابعة لهدفه، فأنت حينما تعلم علم اليقين أنك موجود في الدنيا لعبادة الله بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أي شيء يقربك من عبادة الله هو الحق وهو الخير وهو الجمال وهي السعادة وهو التوفيق وهو التفوق وهو الفوز وهو النجاح وهو الفلاح، وأي شيء يبعدك عن سر وجودك في الأرض هو الشر وهو الأذى وهو الغباء وهو الحمق. يعني مثلا حينما قال سيدنا يوسف ربي إن لم تصرف عني كيدهم أصب إليهم، وبعدها وأكن من الجاهلين، جهل سر وجوده فانشغل بشهوة عابرة ليس لها أثر مستقبلي. أما لو تزوج أنجب ولدا صالحا نفع الناس من بعده، لو أنه سلك الطريق الصحيح لكان لهذا الطريق الصحيح أثر مستقبلي. هذان الحديثان القدسيان يدلان على كرم الله عز وجل. الخواطر لا تحاسب عنها، من هم بحسنة فإن عملها كتبت له من 7 أضعاف إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك، إن لم يعملها كتبت له حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها من أجل الله كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة، والحمد لله رب العالمين.